أهلا بكم. أكد وزير البترول طارق الملا وجود فرص جيدة بمناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات الاحتياطات البترولية والغازية. وخلال اجتماع لاعتماد نتائج أعمال شركات تابعة للوزارة، أكد الملا أن هناك تنسيقا وتوافقا مع شركاء على استمرارية ضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر الآبار الجديدة الاستكشافية والتنموية ومواجهة التحديات من أجل سرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج والعمل على خفض التكاليف. بحثت مصر وجيبوتي فرص التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى جيبوتي بصناعة البترول والغاز. وخلال استقباله نظيره جيبوتي يونس جيدي، أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر ستعمل من منطلق دورها التاريخي الداعم للأشقاء الأفارقة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريقي عمل من البلدين لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للوفاء باحتياجات جيبوتي بالصناعة البترولية. من جانبه، أكد الوزير جيبوتي أهمية تواجد الشركات المصرية المتخصصة بهذا النشاط للعمل على أرض جيبوتي لنقل خبراتها وإمكانياتها. قال وزير الكهرباء إن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز على التحول إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة. جاء ذلك خلال استقباله وزير الطاقة الجيبوتي يونس جيدي والوفد المرافق له لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. إلى سوق المال، حيث تراجعت مؤشرات البورصة نهاية تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات مرتفعة. خسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه لإغلاق عند مستوى 688.708 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 55% ليغلق عند مستوى 10122 نقطة، منخفضا بنسبة 55%. كذلك مؤشر إي جي إكس 70 متساوي الأوزان انخفض بنسبة 66% ليغلق عند مستوى 2209 نقاط. كما هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 62% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 19.14 جنيها للشراء و 19.25 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.12 19.24. الجنيه الاسترليني 22.38 22.52. الدرهم الإماراتي 25.24. أخيرا الريال السعودي 5.9 5.12. انخفضت المؤشرات الرئيسية بوول ستريت تعاملات اليوم متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا، ذلك مع شعور المستثمرين بالقلق من خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بمعركته لكبح التضخم حتى وإن كان على حساب التباطؤ الاقتصادي. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 30%. كما انخفض المؤشر ستاندرد بورز 500 بنسبة 57%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 99%. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى دينا فكري ويوسف عبدين. إليكم، شكرا لك يا رغدة.